adesso. وسط مدينة الدار البيضاء بالضبط بدرب السلطان، لقاو واحد الترابية مليوحة هنايا. شكون اللي خلاها هنا؟ لا اله الا الله، تبقى علامة استفهام. هادشي بصراحة اللي تيدور في الخاطر، نطلبو من الله الله يفرجها. غير الساكنة هما اللي شافوا هاد الشي هدا هنا، هما اللي ردوا البال لهاد الشي. صراحة هادشي تنشوفو اللي تيدور في الخاطر، ترابية صغيرة كيفاش طاشا خاطرة تحطها هنا وتمشي تخليها هنا ساكنة. تا واحد ما رد البال، تا واحد ما انتبه لهاد الترابية هادي اللي تدور في الخاطر. هادشي اللي تنشوفو بصراحة، الساكنة ما واقفين، تا واحد ما قادر يدوي، تا واحد ما قادر يدخل. كلشي بقى في الحال ملي شاف الترابية هادي هنا. كما شفتو معنا السلطات الأمنية منطقة الفيدا مر السلطان، اللي بصراحة واحد اللي ميقدرش يبين بهذا الشي. بصراحة اللي تشوفو معنا الترابية هادي اللي خلاوها هنايا، كيفاش حطوها هنا، كيفاش خلاوها هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لهاد الشي تشوفو اللي تيدور في الخاطر. ولاد السيدة اللي خلاتو هنا، ولاد السيد الشخص اللي حطو، ولاد المرأة ولا راجل اللي كان. وهنا كاينين الساكنة، كاينين السكان الشراجم، يعني أي واحد يقدر يطول لهنايا. وتنشوفو بحال هاد الجثة هادي بصراحة اللي تأثر في الخاطر. تشوفو الأمن تا هو تيسول في عباد الله هنايا باش يشوفو أشنو كاين. اللي بقى الترابية هادا غيكون يلاه تزاد، يلا تزاد، ماشي شي مدة طويلة ولا غنقولو واحد الأسبوع ولا يومين ولا نهار ولا شي حاجة. هذا ما كاملاش واحد الخمسة دقايق تقريبا، ولا تنقولو تال نص ساعة، ساعة ديال الوقت اللي تتشاهدو معانا. الشهادة اللي تيدور في الخاطر، هادشي اخويا وقع في درب السلطان اللي تنشوفو هنايا، اللي بصراحة مع جينا شنا الطربية كيديرة. هنا الغريب في الامر، كاينين شراجم، كاينه كاميرا المراقبه ديال احد الساكنه هنايا اللي كاينه هنايا. تنطلبوا من الامن باش ينتبهوا لهاد الكاميرا المراقبه اللي كاينه هنا، يعني اي واحد غيدخل لهاد المكان هذا غينتبه لهاد الكاميرا المراقبه اللي كاينه هنا. وكاينين الساكنه كاين اللي ما قادرش يدوي، كل واحد اشنو تيقول. اللي بصراحه اللي هادشي اللي تيدور في الخاطر، اللي ما نقدروش نقولوا شي حاجه ماشي هذيك. هنايا راه كاينين السكان بزاف، اللي السكان اللي بواحد كاينين الساكنه بزاف، يعني هاد الزنقه هذه كلها ساكنه.
والروح عزيز عبد الله كما تنقولوا، ان اي واحد غينتبه لهذا الشيء هذا. هنايا الساكنه كاينين دابا، هنا السيد هادي ولا السيد اللي جا حط الطربيه هنا، يعني غيكون استغل هاد الزنقه هادي، غيقول الساكنه ما كاين حتى شي واحد اللي ما غينتابوش لها، ولكن غير في امر شافوها بعض الدراري هنايا اللي ما قدروش يهضروا، اللي هضروا مع منيس السلطات وقال لك حنا ما شفناش. واش بلادهم خايف ولا ما خايفش؟ هنا تتبقى علامه استفهام. السلطات الامنيه كاينين، خص الشرطه العلميه والتقنيه باش تجي لهنا للمكان باش تشوف هاد الكاميرات المراقبه اللي كاينه هنا، باش تشوف هاد الجثه هادي اللي مغطي اللي حينها بقى بال كما تنقولوا بقى بالكبده ديالها، بقى بكل شيء ليها. ايوب راه ميت، على الاسعاف جيتي كتب راه ميت، صراحة هاد الشهادة اللي تيدور في الخاطر اللي تتشاهدو معنا اللي تتبعو معنا تبع قناة صوت على صوت تي في، اللي كنا حنا الوليد اللي جينا هنايا وعيطنا للجهات المسؤولة باش يشوفوا هاد الشي هذا، باش السلطة الأمنية تجي باش يعاينوا المكان ويشوفوا الكاميرات المراقبة اللي كاينة ويشوفوا هاد الشي اللي كاين، باش يعرفوا وقتاش تحط وقتاش ما تحطش. اللي بق هاد الشيء هذا اللي تشوفوا معنا راه صدمة بصراحة، ملي تنشوفوا الترابية بحال هكا إفراغ. شوفوا هنا باش غيجي الشرطة العلمية والتقنية باش تأكد من هاد الحالة هادي، واش مية قبال ولا مية تتولد تتولد عباش مات. هنا ما نقدروش نحكمو واش ولدت شي وحدة يعني في الزنقة ولا مجوجة ولا الله أعلم. هادشي ما تنتحملوش المسؤولية ديال هاد الكلام هذا اللي تنقولو، باقي المعطيات الكافية ما توصلناش بها. تنشوفو الساكنة هنايا كلشي تيطل كل تيصور كل واحد شنو تيدير باش يتأكدو، باش يعرفوا غير شنو هو دار هنا. يعني الصدمه ديال هاد المنطقه هادي اللي ما عمرها تسمعات فيها شي حاجه بحال الشيفا، اللي ما عمرها تسمعات فيها شي حاجه، اللي تشوفوا طيف التربيه ميت. يعني ما شنو نقول لك، هاد الشيء هذا اللي تيدور في الخاطر بزاف، اللي شفناه في هاد الشيء هذا يعني تيدور في الخاطر بزاف، ما نقدروش نحكموا شي حاجه ما شفناهاش. تنشوفوا هاد الشيء اللي تدخل في الخاطر، بصراحة ملي تنشوفوا بحال هاد الشيء اللي تدخل في الخاطر بصراحة. تنشوفو هنا الساكنة كلها مصدومة ملي تشوف بحال هادشي هدا، الروح راه عزيز عبد الله دابا تبان لي كلمه تقول لينا
ما تقبلناش كحاجه ما يتقبل لك الناس ما تقبلناش على ما ندرك سولوك عمي احنا سنهضروا مع دابا تزيد نسولوا عاد وين نسولوا فيه احنا شنو ندير اجي معنا خليكم كاين الميكرو ديالك بلاش 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 انت هاد شويه خليه هنا خذ مع راسك سير تفضل شنو وقع انت كتقول لنا شنو وقع هنايا هادشي اللي شفتي في راسي شي انا كاع راه تبارك الشرطه قالوا لي عاد جيت انا وقفت هنايا ملي شفت شي هذا تصدمتي ملي شفت هذا واه صح وشكون اللي كيقبلها هادي تربيه مخلينا ما كيقبلها حتى واحد هادشي اللي وليتو تشوفو بحال هادشي هذا شنو باش تحسو نتوما واحد درنا الحال حنا بقى فينا الحال شكرا تقول بحال هاد الناس عمال كيديروا بحال هاد واحد الرضيع رضيع رضيع شوفوا بصراحه هادشي الصدمه اللي تترجع جدا هاد المنطقه هذا ديال العثور على هاد واحد السيده راه عندهم شي تربيه محطوطه في الجرده انا بقى نلقاها في الكونه ديالها صح ملي جيت ما لقيتهاش في الكونه لقيتها مليوحه هنا لقيتها محطوطه الرجاله كاينين تما وهذاك السيد راه جاري كاين حتى هو ومشى قلب واحد السروال لقاه لهي قال لي شوف داك السروال فين كاين السروال ديال شي حاجه اخرى ديال شي مراه ما عرفتي واش هو اللي والدها فيه ولا ما عرفت اللي الساكنه نتوما كساكنه ما عمرش واحد انتبه فيكم لهاد لا انا ما تنسكنش هنا انا تنسكن عين الشيفة شجاعة عين الشيفة الزنقة واحد ما فين تنسكن اش كيبان لك انت ممشي في هادشي بحال هادي هادشي اخويا ولدي تيقطع القلب هادشي تيقطع القلب شوف في تربية هكا محطوطة تتقطع القلب هادشي ما كانش فكري الاسلام فين الدين فين حنايا الاسلام مشى تتهزو فمها ما تتخليش وهادي جابت حطاتو هنا مسكينة ولا مسكين اثرت عليا انا مشيت واثرت شي هنشي منين اه لقيتو محطوط ما تيشوفو فيه وانا تانا مشينا تانا طليت لقيتو مسكين باقي بالغشا ديالو يلا مولود اه مازال شحال يكون ديال الوقت كيما تشاهدو معنا تبين غير صوت على صوت تي في هادشي هذا اللي تشوفو هنايا الساكنة اللي مصدومة بصراحة على قبل ملي تيشوفو بحال هاد الجد هادي اللي باقا ترابية اللي بصراحة هادشي اللي تيدور في الخاطر شوفوا الساكنة مازال تيدورو لقاو شي سروال ديال شي مرا ولا شي حاجة يعني كالساكنة تاهما بداو تيقلبو تيتأكدو من هاد المعلومات ولا دي تسبلهم شي حاجة ولا داخلهم شي أي حاجة ولا تيقلبو